رمضان شهر المحبة والألفة والجمعات الحلوة، وسفرته دايماً مميزة. فكيف إذا كان الشيف حسن رح يحضرنا الإفطار بالطبيعة؟ مرحبا. واضح، أنا حسن عبد الله، أنا بطبخ بالطبيعة، بحب الطبخ كتير وبحب الطبيعة، ودمجت اثنين بحبهم مع بعض. الطبخ أنا ما تعلمته، هي هواية كانت. الأهل، الوالد بيشتغل، كان عنده مطعم، هو كان إلهامي لهذا الموضوع من أنا وصغير. أنا عملت فيديو، كنت ظاهر أنا ورفعتي، عملت فيديو قلت إنه ليه ما بصور أنا وعم بشتغل. صورت ونزلت، وتاني يوم في الصبح لقيت إنه كان كثير عامل ضجة، فقلت ليه ما بكمل بهذا الشيء. فقررت أنا إنه يصير عندي أهداف بالصفحة، اللي هي إنه فرجت طبيعة بلدي قديه حلوة، والطبخ بلدي قديه طيب، وخلي العالم العربي يشوفوا قديه بلدنا حلو. حتى في مطارح عنا بلبنان أحلى من أوروبا بكتير. بالنسبة للأطباق، أنا بطبخ طبخ لبناني، ودايما بحب أدخل شيء أجنبي بالطبخ. يعني من أكثر الأشياء بحب أعملها أني أدمج الفواكه مع الأكل. مرة عملت، حطيت مع الشاورما اللبنانية، دخلت لها أناناس وكتير حبوها الناس. دايما بستخدم الحطب، وبستخدم بالطبخ الاشياء البدائيه اللي كانوا يستعملوها اجدادنا عشان ما ننسى كيف كانوا يتعذبوا هن وعم يطبخوا. هلا عملت هيدي الدجاجه، هلا حاستعمل هيدا التكنيك اللي هو حنشويها بقلب التنكه. هيك كانوا يعملوا بالزمانات. اكيد الطبخ بالبر اطيب، أول شيء لأن نحن عم نعمله بالطبيعة وعلى حطب. الحطب بيعطي نكهة ما في ولا فرن بيعطيها ولا غاز بيعطيها. هلا برمضان عملت كتير وصفات من كل أنواع الأكل، أكل بحري، لحم، دجاج، وصفات خارج سفرة رمضان، وبلش نزلها أنا قريبا على عندي على الصفحة. تقريبا عندي على تيك توك 250,000، 260,000، على انستغرام 111,000. كل انسان بيقدر يبدع بشغله باي شيء بيعمله، بس اهم شيء يحط هدف قدامه. مجرد ما حط هدف وبلش يشتغل عليه حيوصل. هلا بدنا نشوف الدجاجه اذا استوت. بدنا نحط لها حطب. تخيلوا الدجاجه عم تستوي على النار، على الحطب، حد النهر. حط وحده هون. شكراً. واضح، ورمضان كريم.